قبحت اليوم إبرام اتفاقية شراكة بين المجمع الطاقوي صنع الغاز والمجمع الصناعي الجزائري للتخصصات الكيميائية بالمعهد التكوين صنع الغاز ببن عكنون بحضور الرئيس المدير العام لمجمع صنع الغاز شهر بولخراس والرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية عبد الغني بن بيتقة وكذا مدراء من المجمعين. هذا وأكد الطرفان أن الهدف من هذا هو تعويض الاستيراد بالمنتوج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد إلى جانب ترقية المنتوج الوطني. التغطية كانت لريما عباس. هذه الاتفاقية اليوم يعني اتفاقية إطار تدخل يعني في إطار تبديل أو تعويض الاستيراد بالمنتوج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد، وراح يسمح لنا يعني بمد قيمة مضافة للإنتاج الوطني وللاستثمارات اللي يقوم بها مجمع أسياس، ونسمحوا له كذلك باش يكمل برنامج التطوير تاع مجمع أسياس، وعنده انعكاسات كذلك اجتماعية بالحفاظ على مناصب الشغل لهذا المجمع الكبير. الاتفاقية الهدف منها هو تعرف بالمنتوج وتطوير المنتوج المحلي ورفع نسبة الاندماج، لأن اليوم الاستراتيجية الدولة الجزائرية ألح عليها السيد رئيس الجمهورية هو ترقية المنتوج الوطني ورفع نسبة الاندماج.